طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة، مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الأخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أريد نبدي حلقة اليوم بموضوع، وهو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رحلة على طيران فلاي بغداد. من المفترض هي كانت تطير من محافظة النجف إلى أربيل، ولكن كابتن الطيارة أبلغ المسافرين عندما صعدوا، وراح نشوفها بالفيديو بعد قليل، من صعدوا المسافرين إلى الطيارة قال لهم نروح للبصرة نقبط الطيارة وبعدين نروح الأربيل. خلونا نشوف المقطع وبعدين نرجع نتحدث عن هذا الموضوع. نقبط من البصرة بعدين نروح الأربيل، وهي الرحلة يعني الناس حجزت حتى تطير من النجف العفو إلى أربيل مباشرة. فلاي بغداد، شركة فلاي بغداد، هي مملوكة إلى وعائدة إلى عمار الحكيم كما معروف، أنشئت في عهد صولاغ لما كان وزير للنقل، ومملوكة إلى عمار الحكيم. هذا وضع الطيران في العراق. وبعدين يقول لك ليش، يعني التساؤل، ليش مثلا الاتحاد الأوروبي وأغلب الدول ترفض هبوط الطائرات العائدة إلى الخطوط الجوية العراقية، إلى الشركات العراقية، من الهبوط بهذه الدول؟ هذا حال الطيران اللي وصل إلى بالعراق، يعني يقول لك نقبط من البصرة وبعدين نروح الأربيل. يا أدري، معقولة؟ معقولة وصلنا إلى هذه المرحلة؟ يعني طلع لنا وزير النقل كذلك السابق الحمامي، اللي قال أول مطار في العراق قبل 5000 سنة من الناصرية، عندما افتتح مطار الناصرية، هذا اللي جعلنا أضحوكة على
على شاشات التلفاز العربية والأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جعلنا أضحوكة هو مطار عسكري أصلا موجود، فقط كتبوا عليه مطار الناصرية الدولي. هذا الوضع اللي في العراق، هذا الوضع في العراق، كل حزب كل سياسي مسوي له شركة ويتحكم في مصير الناس. الناس حاجزة دايركت من النجف لأربيل، يصعدون بالطيارة يقول لهم لا احنا راح نروح للبصرة نقبط وبعدين نطلع لأربيل. خلونا نشوف ونسمع التعليقات حول هذا الموضوع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول أحدهم، يقول لمن البلد؟ يحكمه ناس غير أكفاء، لا تتوقع النتيجة أفضل، قول الحمد لله لسه عايشين نشوف المهازل اللي تصير. آخر ضحك وقال طبعا، ويقول لك لازم تشيل الحظر عن الطيران والجماعة، مصلحتهم عبالك بقراج العلاوي والنهضة. آخر يقول، وهو ميثم عبد الله، يقول زين ليش ما تلمون الكروة على الروس أحسن؟ آخر يقول، وهو جاسم، يقول قراج العلاوي حلة مو عبالك مطار. بالفعل حارث المياحي علق قائلا سلطة الطيران المدني هي تنظم الرحلات الداخلية والخارجية، وكل في موعده، كل الدول تعمل بهذا النظام، شنو أقبطة؟ وين قاعدين قراج العلاوي؟ فوضى صرتوا، مضحكة للدول. بالفعل صرنا مضحكة بسبب هؤلاء. آخر يقول بالله فلاي بغداد أفشل شركة كما يقول، وهو حماد العربي كما اسمه على الفيسبوك، يقول أفشل شركة شفتها عبالك صاعد سيارة بيك أب من تريد تقلع أو تهبط، القمارة مالتها حيل تهتز، شنو ملزوقة بشنو؟ وطبعا ما نريد نكمل ماذا قال. آخر يقول، وهي فاتن، تقول يا بش قد ضحكت، شنو السالفة؟ مدى استوعب الوضع؟ شنو نفرات؟ شنو اللي يريد يبقي واللي يريد ينزله؟ شنو كرتونة بيض بيض هسه تطلع الطيارة مال بيت أبو جواسين؟ شنو السالفة؟ واشتروها وإجا راس الشهر وفلوس القسط مو كامل، واضطروا يطلعون بالطيارة طلعات إضافية نفرات. آخر وهو آرام علي يقول أدري باص رايح للعلاوي لو طيارة عراق عظيم، يقول لو طيارة، يقول العراق العظيم بعد كل شيء تصور. هديل قالت هذا يقبط يلا يطلع، باقي له نفر للبصرة لحق عليه حتى لو وقفة. حسين العبادي قال شاحقها هم على باب الله، الرجال يريد يقبط ويطلع الأربيل، وهم جولة على المحافظات، الشعب بطران يعني هو تهكميا قال. وآخرين طبعا بالآلاف تعليقات بالآلاف. آخر يقول وهو سالم، يقول الله يرحمك يا عراق، بعد ماكو شيء اسمه عراق، حكمو ذولا وضاعت بين الرجلين. هدير علقت هذا يفيدنا، يعني إذا نروح للبصرة يجوز يطلع بينا القطر ويرجعنا للإمارات. نعم. يقول قبل كل هذا الكابتن قص انطلاقه وانطاها للجاي إلى الباب، لك أدري مطار لو قراج العلاوي. وليد قال مع الأسف حال الخطوط الجوية العراقية وصلت إلى هذا المستوى. عبد الباقي الصحن علق ذكرت طرت الطيارة من العراق الإمارات، إحنا بس 10. غسان قال الطيار موظف يأتمر بأمر دائرته وليس له القرار في مثل هذه الأمور. يعقوب يقول هذا صدق يحكي، شنو أقبطها؟ وين قاعدين؟ قراج العلاوي. وآلاف من التعليقات حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى. هذه المهزلة اليومية، يوميا نشوف هذه المهزلة اللي تحصل في العراق من العام 2003 ولغاية الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نريد نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى سوف نتحدث عنها. معنا حسن من بغداد، تفضل حسن. أبو حسن حياك الله يا أهلا بيك، تفضل أبو حسن. عليكم أخوي العزيز، حياك الله. شفت المقطع ها؟ الله، هو
والله أنا كرامة فيها بس أنا يعني نعم. أحس بكلامك وأعرف شو اللي أقول. نعم. أخي العزيز والعراق شو وقت كان هيكي؟ العراق كان مهد يعني صدق مهد الحضارة. تأمرت عليه الدول الكبرى الأمريكان وقشمرة والدول الغربية وإيران ساعدتهم ووصلنا هيك مرحلة. يعني تصور يعني العراق كان خالي من المخدرات. هسه المخدرات والرشاوي هسه ما سووا معاملة إذا مو فلوس. أو إذا ضايعة كارثة يعني لازم تدفع فلوس. أي شيء بأمور الحياة لازم يعني تصور أنا بحب بالمستشفى أقسم بالله وبالقرآن وبنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبكل الإسلام وكل محارف تعاليم الإسلام الباحة نعم. بالمستشفى ما بدي تطب والله مختفين بني عمر 4 سنين الله أكبر يا الله وين؟ بغداد؟ يا أخي دولة بغداد والله بيا منطقة؟ الناس بالمستشفى بمدينة الطب مدينة الطب الناس تحكي الناس تحكي نعم وصايرة كارثة يعني يجي وصلني العراق العراق ابو الشرف يجي يصير يطببوا المخدرات الانسان لما يبلع المخدرات بعد ما يضرب نفسه نعم فهم الغرب خصوصا الامريكان وايرانيين يردون الناس تمشي بدون وعي وهم نجحوا بالمؤامرات هاي فهذول مو بشر حيوانات والله يعني هذول مو بشر ولا اسلام ولا عراقيين ولا يدمون الاسلام ابدا يعني كل الكالبات ان العراق بخيرات لا تعد ولا تحصى شافوا العراق نعجة كبيرة حش العراقيين والعراق نعجة وتدر فلوس وذهب وين يلقوها تأمروا وسقوا النظام وقتلوا رئيسنا ودمروا البلد البنى التحتية دمروها البشر دمروها يعني العراقيين انتوا يعني هسه بيا زمن واحد يودي بنته للمدرسة بخط بس قولوا له بيا زمن احمد حسن البكر زمن عبد السلام زمن احمد حسن صدام حسين من يقدر من يودي بنته سياره من يودي بنته للمدرسه يقودها يوديها يا زمن هم يردون الشيء هذا يعني هسه احنا اي واحد علاقي يقبل على بنته تغتصب والله عن المعرف يعني يا اخوان اوعوا دوله ترى دمروكم وما يبقون بكم شيء والله فيا اخواني يا عراقيين ارجعوا لاصلكم هسه المي مو لما نزل هطل المي بالنهار شوف رب العالمين قبل ما تصير هاي الأزمة ما تسيول شوف رب العالمين رحمنا وصعد المي رحمنا بالمطر ما حد رحمنا ترى بس رب العالمين ونعم يا عراقيين اخوان اصحوا والله العظيم ترى وصلنا لمرحلة يائسة ودول ما يخدموكم لان دول عجم ما جابوا عراقيين حقيقيين يخدمون البلد ولا اسروح هذا طب المستشفى يعني حتى يعني مع احترامات بعض الدكاترة نعم أستاذهم يعني ما واصل مرحلة من الدراية بالعلم يعني أنا بنتي صعد عندها السكر 12 سنة عمرها شلون صعد بيها السكر نعم. حتى والله يعني أنا ما أشتكي لحد يعني أنا حتى فلوس خلصت مثل بابا اللي تموتين موتي شو أسوي يعني أنا قدري بين أتعب يعني أقدر أسويه فهم يقتلون أطفالنا والله العظيم يقتلون شبابنا يا اخوان اصحوا تقبلون بناتكم وتصرفيهن يعني هسه يعني انا يعني مو ابوها ولا عمها ولا خالها بس حسها بنتي هم قلبي انحرق عليها ومردد والله مردد يا مسلمين فيا اخوان اصحوا صوروا على السفل ترى من ينصره الله فلا غالب له يعني الله يجي ينصرك لو الدنيا كلها تصير ردك الله ناصرك نعم ودين محمد ترى قوي لا يغره بدو واحد يقول لك هاي هذول الشله التعبانه جت لا دين محمد قوي وما حد يقدر له ابد الا تنصره فقد نصر الله هذه ايه قرانيه الله ناصره ولو كره الكافرون يا اخوان اصحوا خاطر محمد خاطر القران اصحوا ترى دمروا البلد ودوله مو شرفه والله مو شرفه ولا يتمون للعراق الصحوه نعم. ضروريه نعم ابو حسن يعني هسه شوفوا المستشفيات والله العظيم تبكي يعني هسه يعني الله اكبر يا الله يعني يا ابو والله يعني بنيه دو الاختناق بيصير بالأطفال طب المستشفيات شوفوا نعم أبو حسن أني أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا اتصال أبو إحسان من الفلوجة تفضل أبو إحسان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما عمود الطيارة هذه يخبطها من النجف إلى البصرة وبعدين إلى أربيل
يعني يقصد بها ماكو تخبط من النجف حتى تروح الاربيل الا يروح للنجف يخبطها يا الله. نعم جزاهم ما يستحون ما يخجلون على هاي الخطوط الفاشله الفاسده هاي اللي سواها عمار الحكيم وامثال عمار الحكيم الفاسدين هذول. منين الله جابهم علينا؟ كانوا مداحين بايران كانوا مدوين زين هذول يعني ما يخجلون؟ زين هو حلو وحشي طار يقبط الا من البصره راسا ما ماكو عبريه واقفين بالطريق ينتظرونه حتى بالجو ينتظرونه يقبط يروح للاربيل. مشكلة والله. يعني على هاي الدقة سووها والله حلو اليوم. نعم. ابو احسان اني اشكرك استاذ عمر. اني اشكرك ابو احسان اني اشكرك. ابو نور علق على هذا الموضوع يقول اذا شفت هيج حاله فاعلم انك في العراق مع الاسف. يعني هذا الحال اللي وصلنا له. منذر محمد يقول والله عبالك ساعدين بريم مو طيار هاي السياره القديمه الريم هذا الباص الكبير. عامر الاسمر يقول اي مو هي تايهه ما خلفوه يقول مو صوته صوت وزير النقل. فاروق علي يقول طيران لو سيارات علاوي حله. ليث محمد يقول يا اخي قبض من جراج العلاوي واذا ما رحمت مر على النهضه. يعني العراقيون في احلك الظروف وفي اتعس الظروف تجد النكته عندهم والتهكميه حول المواضيع اللي يتم تداولها او اللي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول واحد اسمه داود يقول شوف لولا راد يضحك عليه قال لي اخذ طيارة عراقية احسن حتى يودينا هذا يعلق الواحد يسوي تاق الواحد حتى يودينا النجف على المود يقبط. نبع الحنان يقول فلاي بغداد افشل شركة بحيث الطيارة من تقلع وبالهبوط عبالك ترعد حيل تخوف. وآلاف التعليقات. يعني حال الطيران في العراق يعرف العراق المسافر. يعني إذا كانت الرحلة ماشية يعني تتركك عن التفتيش في المطار. ربما إحنا نقول إنه إجراء أمني وهو تفتيش طبعا جدا صارم ثلاث سيطرات والناس تمشي وتفتيش وكلاب وإلى آخره. إذا كان المسافر محظوظ انه رحلته تطير بعد ساعه واكو رحلات سبع ساعات تاخرت. نسمع من اصدقائنا المسافرين اللي يروحون ويجون سبع ساعات خمس ساعات. ذيك المره صديق يتكلم يقول عائلتي والله بقوا صعدوهم بالطياره يقول على الوقت يقول بقاهم بالطياره اربع ساعات بقاهم بالطياره حتى طارت الرحله بعد اربع ساعات. يقول والاطفال تبكي والجو حار كان في الصيف مهزله المطار يعني حدث ولا حرج. سرقت محتويات من الحقائب اذا ما كانت الحقيبه بشكل كامل تسرق. هذا يعني اصبح الامر معروف التاخير السرقه مثل ما شفنا هذا اللي صار. هي الرحله من النجف الى اربيل يقول لا نروح للبصره نقبط وبعدين نطلع الى اربيل. يعني مهزله. هذا حكم الأحزاب الدينية اللي جتنا تدعي أنها أحزاب دينية وراح ما شاء الله تعمل حكومة عادلة وتوزع الثروات بالتساوي إلى الشعب. هذا اللي وصلنا إلى معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أهلا بك. أهلا بك. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر. رحلة المسافر العراقي اللي يريد يسافر عن طريق مطار بغداد الدولي نعم يبدأ من أول ما يأخذ تاكسي ويريد يدخل ساحة عباس بن فرناس يأخذون من عنده 3000 دينار لا بالتاكسي طبعا. نعم يلا يدخلون ساحة عباس. ساحة عباس وصفة سيارات 8 نفرات تصعد بيها توديه في صالة المطار أقل من ربع ساعة يأخذون عن نفر 10,000 دينار. نعم. طب للمطار أنا مرة واحدة سافرت على فلاي بغداد اللي هي تابعة العمار الحكيم واللي طلع قبل فترة بلقاء تلفزيوني ويقول أنا مدين بمال لأنه ما عندي وما أملك كل شيء. نعم. يعني أقول كنت محظوظ الساعة
الطائرة كان موعد إقلاعها الساعة بالوحدة الظهر، كنت محظوظ طلعت الطائرة الساعة 4:30 العصر. 4:30 4:30 العصر، وأنا اللي كنت صاعد بيها. نعم. هاي هي شركة طيران سلاي بغداد. والله العظيم يعني أنا مستغرب، بس أريد أسأل، أريد أعرف. يعني أنا لحد الآن ما تأكدت بالضبط هاي الطبقة السياسية والبرلمانيين ومعممي السلطة على يا دين وعلى يا مذهب، وإذا هم مصرين ويقولون إحنا على دين الإسلام فالإسلام والله بريء منهم، وإذا قسم منهم يقولون إحنا على المذهب الجعفري فالإمام جعفر الصادق عليه السلام هم بريء منهم. نعم. وإذا القسم الآخر يقولون بأن إحنا على مذهب الإمام أبو حنيفة وبقية المذاهب وكل المذاهب بريئة منهم، يعني السياسيين والبرلمانيين ومعممي السلطة والله ما إلهم دين، وإلا شو نفسر هسه اللي بيصير بالشعب وهم ساكتين؟ طيب وين الحل بوسي؟ ليش ما دعا العقد جلسة طارئة لمجلس النواب بخصوص هاي السيود بالموصل وصلاح الدين؟ نعم. وقتلت من المواطنين ما قتلت، وجرفت بيوتهم ومخيماتهم وكرفانات النازحين، وهو يقول بأن مجلس النواب هو بيت الشعب، هذا الشعب بأول سيل السيول وصلت الواسط، وصلت البصرة، رحم الله والديه، يعني هاي وصلت لحد وكلها ساكتة. نعم. كلها ساكتة، ماكو واحد من البرلمانيين طلع وطالب بعقد جلسة طارئة حتى يشوفون شنو اللي يسووه. وبعدين بس أريد أسأل وين المرجعية؟ ليش ما سمعنا صوت السيستاني وهو يقول استنا أنفسنا؟ ليش ساكت واللي يعتبرهم نفسه عايشين بأسوأ حال، لو هو والبقية عايشين بحصون ما يدخلها لا سيل ولا مطر ولا حر ولا برد؟ نعم. هي هاي دولة العدل الإلهي مثل ما وصفها المجرم قيس الخزعلي؟ أستاذ عمر، أي إسلام يدعون وشعبهم مدمر وما عنده مأوى وبيوتهم مدمرة ومحافظاتهم مدمرة؟ والله أقول لعنة الله على المسؤول اللي يشبع بطنه وعائلته ومهتم بأموره وأمور عائلته وشعبه جاية ويعيش بأسوأ حال. وين بتروح هاي الميزانية الضخمة للعراق؟ شنو اللي سووا بيها حتى يرفهون بيها شعبهم من 2003 إلى هسه؟ ما اكتفيتوا من النهب والسرقة؟ وين السيستاني ومرجعيته من 3 من أعضاء مجلس محافظة النجف يشترون جزيرة بإحدى دول العالم؟ وبالتأكيد هو سمع بهذا الخبر، ليش ما طالب بالتحقيق وياهم؟ أو أي مسؤول يطالب بالتحقيق ويا ذولا ويقول لهم من أين لكم هذا؟ ليش الشعب ساكت وهو يشوف ويسمع بأن عاليا صيف اللي كلها على بعضها ما تسوى دولارين تشتري ساعة يدوية ب4 شدات؟ ساعة يدوية أستاذ عمر تلبسها بإيدها سعرها تقريبا 40,000 دولار. نعم. خلي يسأل نفس الشعب، إذا عاليا صيف تشتري ساعة يدوية بهذا المبلغ الضخم، طيب هي ايش قد تملك؟ منين جابت كل هاي الأموال؟ وكل ما يطلع لنا واحد ويوقف على منصة ويلقي كلمة يبدأها بالآية الكريمة وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، والأدهى من هذا رجل بمنصب رئيس. هاي إذا قرأها بشكل صحيح أبو ناصر. نعم. هاي إذا قرأها بشكل صحيح. طبعا أنا جايك أنا. نعم. يعني الأدهى من هذا أستاذ عمر، رجل بمنصب رئيس وزراء يطلع ويلقي كلمة ويبدأها بالآية الكريمة ويقول وقل اعملوا فسير الله أعمالكم. نعم. يعني حتى آية ما حافظها، آية وتدعي بأن أعتقد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي قرأها. إيه عادل عبد المهدي. إيه. نعم. عادل عبد المهدي. نعم. هذا اللي رئيس وزراء هسه طبعا. نعم. يعني آية قرآنية أنت ما حافظها وتدعي بأن أنت مسلم؟ والله العظيم أستاذ عمر، يعني هذول الموجودين بالعملية السياسية من حكومة وبرلمانيين ومعممين لو عدهم ذرة من شرف وكرامة ما يبقون بمناصبهم دقيقة واحدة، وهم دا يشوفون ويسمعون شلون الناس تطلع على شاشات التلفزيون وتشتم بيهم بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع الأسف باعوا شرفهم وكرامتهم لأجل الحصول على الدولارات. وخلي الشعب ساكت، خليهم يركضون ورا سيارة مقتدى الصدر ويبوسون بيها ويطلبون منهم راد، لو يتزاحمون بيناتهم على فراش مقتدى الصدر من دخل للخضراء، وهذا ياخذ الشرشف وذاك ياخذ الدوشق والاخ ياخذ المخده حتى يتبارك بيها. نعم. بس اقول كلمه اخيره استاذ عمر، دخيلك يا شرشف السيد. شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا بعض رسائل واتساب، يقول فيها السلام عليكم، يقول واهم من يعتقد بان هؤلاء السياسيين فاسدين. يقول انما مجموعه من العملاء ينفذون ما مطلوب منهم بكل ضمير وامانه، وهو نشر الفساد المالي والاخلاقي وتدمير النسيج المجتمعي. يقول الا لعنه الله على الظالمين. ابو حسام من بغداد يقول تحيه لك أستاذ عمر ولكل كادر قناة الرافدين. يقول نفرًا، قال متهكمًا، كتب متهكمًا حول موضوع الطيارة، يقول نفرًا أربيل، نفرًا أربيل أخوان، ما أقدر أطير، إذا ما أقبط راح أطلع للبصرة أشيل كم نفر وأجمع الكروة حتى ما يفلت أحد منكم بالطريق. آخر يقول أخي عمر، يقول البلد أزمات البلد كثيرة ومعاناة الشعب في ظل الحكومات الفاسدة وخاصة أزمات سلطة الطيران وهذه المهازم منذ العام 2003 والآن ولغاية الآن لن تنتهي إلا إذا قامت ثورة عارمة تخرج هؤلاء الأحزاب العميلة لإيران، لأنهم هم سبب ما يحدث اليوم. مخدرات، يقول مخدرات، سرقات، سلب، نهب، قتل على الهوية وغيرها كثير، إلى الله المشتكى من هؤلاء الأحزاب العملاء. سيعود العراق بهمة الخيرين الشرفاء. مبروك من الإمارات. معنا اتصال أبو طه من بغداد، فضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية خاصة لك أستاذ عمر وقناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. الله يخليك، هي طائرة لوكية. نعم. هو طالع من النجف الأربيل، شو يوديه بالبصرة؟ نعم. يعني شنو الوضعية هاي؟ هاي الوضعية بدنا نعيش بيها؟ وين الحكومة عنها؟ زين هاي الفيضانات اللي أغرقت كل العراق، وين الحكومة؟ شنو الإجراءات اللي أخذتها؟ العالم ماتت. نعم. وين لعد الحكومة؟ وين وزارة النقل؟ وين البلديات؟ عن كل هذا اللي يحدث بالعراق. دمرونا أستاذ عمر. نعم. يعني ما نريد نقول؟ وين الأمم المتحدة؟ والحليب الأحمر الدولي. نعم. يعني إلى متى إحنا نحقق على الحال هاي؟ يا خيس وزراء الإجا وفادي العراق ونطلع للعراق وعمر للعراق، وإحنا نقول الله يرحمك صدام حسين، ألف رحمة على روحك يوم اللي بنا هاي الجسور والنفقات والعماير. زين. نعم. يعني ما تصير والله قضية تعبانة أستاذ عمر، يعني إذا نعيش عيشة. نعم. نعم. أشكرك أبو طه من بغداد، انقطع الاتصال. صباح من بغداد كذلك، تفضل صباح. عليكم أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لي يعني هاي الحادثة اللي صارت، الطيار العراقي اللي يريد يغير مسار طيارة ويطلع بكيفه باتجاه يعني بدون نظام وبدون سيستم أو بدون خطط مسبقة لشركة الطيران العراقية. نعم. يعني مع الأسف وصل الطيران العراقي بفترة الحكم هاي، حكم الفاسدين، إلى هاي المرحلة. احنا نعرف كنا قبل 2003 كانت شركة الخطوط الجوية العراقية من يعني بالشرق الأوسط من الأوائل تعتبر بالخدمات وبالطيارات وبالغيرها. هسه طيار يطلع يتحكم مصير طائره كامله، يعني باي امر باي صفه انت تحكي عن شركه عامه، يعني انت ممثل للشركه الخطوط الجويه العراقيه تحكي هيك. نعم. يعني هاي جزء بسيط من الفساد، واللي اللي اللي الحكومه وماكو اي رقابه لمحاسبه اي شخص، يعني اي شخص بكل الاتجاهات استاذ، يعني الدوله جاي تحاسب منه.
يعني هاي كارثة الأسماك اللي صارت، شنو نتائجها؟ شنو اللي دولة راح تعوض الناس؟ ماكو أي شيء، كل ملفات الفساد وملفات الفساد الإداري وغيرها كلها يعني راح تركن على صفحة، لأن الفاسد هو من رئيس شركة الخطوط الجوية العراقية وانت نزولا، الوزير فاسد، رئيس الحزب فاسد، كلها فسد. شيء عالجون وزارة الصحة يعني هسه إذا أريد نحكي بالملفات اللي فساد بيها بالعراق يمكن تطلع بالملايين، الملفات أكثر من ملايين، يعني ايش يحكي المواطن المعاناة اللي جاي نشوفها بكل المجالات، هاي النازحين وعايشين بخيم حاليا، ايش قدمت لهم وزارة التجارة، وزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الصحة سوت لهم من مراكز صحية متنقلة او غيرها، ماكو اي معالجة، كل مجالات الحياة. حادثة الشرقاط اللي فيضانات صارت ايش قدمت الدولة؟ شنو اللي قدمته الدولة الأهالي اللي المنكوبين اللي فاضت أملاكهم والغذاء وكل شيء والشوارع؟ شنو اللي قدمته الدولة؟ فالدولة عازمة على تدمير العراق وإرجاع العراق إلى عصر الحجري. صدقني ساد الدولة جاية مجرد تسرق وتهدم وفساد وفقط، يعني ما جايين يعمرون بلد. هاي البلد اللي ماشي هسه كلها منجزات النظام السابق، أما هم شنو إنجازاتهم؟ بنم مدرسة نموذجية، بنم مستشفى نموذجية، بنم جسر واحد يفتخر به، يعني شنو اللي يسوون إنجازات حتى نحكي بيها نقول لهم لا والله بنم فلان شغلة وسوون فلان أمور غير التهديم والتهجير والهوية والاغتيالات. هاي اللي جاي يصير اغتيالات تصير بالشيعة أو بالسنة، قبل كانت ببغداد وغير بغداد بس على السنة، ونعرف احنا الميليشيات الطائفية تقتل على الهوية. الآن كل من يعارض من اخوتنا جنوب العراق هو يتم تصفيت على ايد الميليشيات اللي هي تابعة اساسا للأحزاب، ونعرف ان الأحزاب تابعة ولاءاتها الى ولاية الفقيه في قم وطهران. فالحكومة عازمة على تدمير العراق، اين تصير صحوة عندنا، صحوة الضمير كعراقيين لإنقاذ العراق من هاي الفساد، هذول الشلة الفاسدة يعني بالمنطقة الخضراء الساد. يعني مع الأسف والله العراقيين ساكتين وراضين وهم جزء من هذا الخراب اللي جاي يصير. كل عراقي هو مسؤول عن كل الفساد اللي جاي يصير بالعراق. يعني هاي منطقة خضراء محمية من قبل الأمريكان، ما حد يقدر يطبها ويطلع ينقذ كل الأحزاب والميليشيات الطائفية. يعني راضين احنا اللي جاي يسوي، نعرف الوزير جايبوك ومبقين الوزير، نعرف وكيل وزير فاسد ومبقين وكيل وزير، كلها فساد استاد. يعني فالعراقيين هم راضين بالوضعية والله صدقني استاد، باستثناء الناس اللي مضطهدة والناس اللي مغلوب على أمورهم والناس اللي فقرة اللي لا حول ولا قوة، بس أغلبية العراقيين راضين على هاي الحكومة. يقول لك لا والله أبو أنا أخالفك سيد صباح، يعني نعم استاد، ما معقولة انه هذا الشوارع غرقانة، كهرباء ماكو، بس عم الناس شو تسوي؟ يعني انت هسه عم مظاهره سلميه، مظاهره سلميه، الناس طلعت مظاهرات، اذا حكينا بالانبار وصلاح الدين سنه كامله مظاهرات سلميه، يطلعوهم ارهابيين وبعثيه، وشفنا شلون قمعوهم. بالبصره طلعوا مظاهرات رادوا فقط توفير مي يشربونه ووظائف، وراح لهم على اساس حيدر العبادي ووعدهم، وكله طلع هواء في شبك وقتلهم الناس. حل الأزمة العراقية هي بيد العراقيين كشعب أول وأخيرا، لا بيد أمريكا وكذب أمريكا والأفلام اللي جاي يسويها بالفعل. طبعا هي إرادة شعبية أكيد. الحكومة وأحزابها طرف تعتبر ويا أمريكا. فالحل الأول والأخير هو بيد الشعب. إذا الشعب هي الفترة 15 سنة مستحيل، هي مو شغلة شهر وصار فساد بوزارة وطلع مع الوزارة وقالم الوزير وغيره. 15 سنة نفس المشكلة جاي نعانيها، تشكيل الحكومة وانتخابات ماكو، شو الرضا؟ يعني فهي كلها استاد والله، هي عصابات جاي تدير البلد، والشعب مع الأسف عليه مغلوب على أمره، ونسأل الله أن يصلحنا ويصلح الأمة كلها إن شاء الله، ونخلص من هالحكومة هاي العفنة اللي نعرف إحنا ولاءاتها لنا. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك وإلى قناتكم وإلى كل العراق. يا هلا بيك. أستاذ، إحنا من نسمع هذه المهزلة نقول شب البلية فيما يضحك، لأن إحنا تحت أمرة ناس لا يخافون الله، وكل شيء ما أخذيه بالعراق هاي السلطة السياسية، كل شيء ما أخذيه بمهزلة، لأنه هم ناس متمكنين
ومن دول كبرى إيران وأمريكا وإسرائيل ودول أخرى اللي منتفعين من وراء الحكومة العراقية. فبكل مهزلة لعبوا في مصير العراقيين. نعم. لعبوا في مصير المحافظات المتفقة، وحتى أكو قواد من الجيش باعوا أسلحتهم ودموها بالتراب ويقابلون الحكومة ما عندنا أسلحة، وكلها باعوها إلى التنظيم، كلها مهزلة مهزلة. يعني تصور انه ما هذا اصغر موظف بالدوله اللي ما يخاف الله يلعب في مصير العراقي، يقول له نطمع الى البصره وبعدين نروح الاربيل، شنو من مهزله؟ يعني اصبحنا مهزله بالدول العالم كله، حتى دول اوروبا انه منعت الطيران العراقي يدخل الاراضي العراقيه لعدم جلب وثائق أصولية وعدم وجود خدمات أمنية داخل الطائرة. فلهذا بشعت نفوسهم الدول العالم من العراق. ليش يا عراقيين؟ إحنا شو اللي سويناه؟ إحنا يعني راح نظام صدام، يعني نرجع إلى مهزلة، حكام ما يخافون الله، لعبوا مصير الناس، حتى الحيوان ما خلص، حتى الإنسان ما خلص، حتى النبات ما خلص، الأرض دمرت، المياه غمرت، لا سدود لا شيء، كله يعني إذا من يقول المتصل اللي قبلي إنه العراقيين ها كله من صحيح، العراقي هو اللي مسؤول عن العراقيين ومسؤول عن سيادة العراق. أنت يا عراقي ليش ساكت؟ ليش تفوع إلى هاي المهزلة اللي تصير بالشعب العراقي؟ ليش إنه إحنا ليش فينا إحنا؟ وين راحوا الشرفاء؟ وين راحوا أهل الغيرة؟ أخذوا يتحكمون فينا باسم الدين، يتحكمون بالعراقيين ويقشمرونه. ترى المهزلة يعني المهزلة ترى مصيبة، مصيبة بالعراقيين. يعني إحنا لأنه أكو ناس ما عندهم رحمة، ما يخافون الله، يتونسون بقتل العراقي كل يوم بالليل، يجيبوا له عراقيين اثنين ثلاثة هاي بالمناطق السنية يشربون ويقعدون يقتلوهم ويعذبوهم وهم مرتاحين ويستهزئون بروح العراقي. فليش يا عراقيين؟ يعني أقول أنا العراقي إذا أنت ناسي الله فهسه اتجه إلى الله يا عراقيين، فروا إلى الله، فروا إلى الله، إني لكم نذير مبين. وتحياتي. شكرا أم عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا وثيقة أخرى أحد أوجه الفساد، ربما يعني يقول لك يعني المشاهد العزيز يقول لك هاي ما تسوى 13 مليون. أحد النواب طالب ب 13 مليون دينار، ليش؟ المحرك مالته قايم ويريد يصلحه ب 13 مليون دينار. يعني سعر السيارة بالعراق هسه معروف يعني تقريبا 12000 دولار 13، ياخذ له سيارة جديدة موديل 2014 موديل 2013، اكو سيارات يقدر ياخذها. بلا خلونا نشوف الوثيقة اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفها. هي هاي الوثيقة، النائب اسمه عباس الزاملي، عنوان السيد رئيس مجلس النواب المحترم، صرف مبلغ صيانة عجلة، يرجى التفضل بالموافقة والإعاز لصرف مبلغ قدره 13 مليون دينار عراقي لشراء وصيانة محرك السيارة الخاصة بمكتبنا مع فائق التقدير. عباس الزاملي هذا النائب. هاي بعد نحن بالبداية طبعا التاريخ بهذا الشهر 10/11 يعني قبل أسبوعين تقريبا هذا الكتاب طبعا تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي وهم أثار ضجة. قال لك هذا إذا بالبداية ما صار له كم يوم من اشتغل بالبرلمان محرك السيارة مالته قام، لعد بعد سنة شرح يطالب اشتري لك سيارة، اكتب بالكتاب يعني هناك من التعليقات يقول لك بدل ما أنت تصلح هذا المحرك بهذا المبلغ الكبير خذ لك سيارة جديدة، قل لهم أريد السيارة بدل السيارة اللي عطلت. هذا أحد أوجه الفساد في العراق، وربما هذا يعني فيض من غيظ، هذا لا شيء بالنسبة للمليارات اللي تسرق في العراق. أمر آخر، طبع المناهج في العراق. عندنا منهج الاقتصاد لصف السادس الإعدادي، خلونا نشوف بالله إيش كاتبين بالمنهج على الغلاف. السيد المخرج: جمهورية العراق، وزارة التربية، تخيل،
يعني حتى ما قدروا يراجعون كلمة بلدهم العراق. والله مع الأسف الاقتصاد للصف السادس العلمي ده، شوفوها أعزائي المشاهدين اللي فوق، جمهورية ما كاتبين العراق، كاتبين العرق. وين لجان المراجعة؟ وين اللي طبعها؟ غير تحاسبونا قبل التوزيع. هذا هم تم، هاي الصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوف التعليقات وحدث ولا حرج، شوف الوضع وين صار، شوف الوضع وين صار. باسم بلدهم يغلطون الجماعة، باسم بلدهم. نعم، معنا اتصال أبو فهد من الطارمية، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك. يا أخوي هو أول فساد، هو أسهل فساد، لو الفساد هم ذولا من إجوا، من إجوا من إجوا من إجوا من 2003 هذا الفساد قائم علينا. عمي إحنا بعد ما نقدر، ترى هسه العالم تستصيل، وليش ما يطلعون العراقيين؟ وليش هم دولة سراق والسارق؟ هسه واحد منين يجي يروح يبوك؟ أنا أخذنا حماية وياه. نعم. هذول كل واحد مخليه 3000 و 4000 كلبي كسيات، يطلع ابن المبرودة يعني بدش داشته بيطلع مظاهرات عليهم. والله يا جماعة هاي ما صاير، هاي دولة سراق. إحنا الناشد، الناشد الدول العربية، الناشد عمي أمريكا، أمريكا أنت يعني هاي إذا عدت حق ذا العراق وده تتخلصينهم بذولة. نعم. فأنت ترى ما حد يحاسبك، أمريكا ما حد يحاسبه، أقسم نص العراق وأسممهم أما أضربهم كيمياء وأخلص من عدوم. إيش بقى بالبلد؟ نعم. إيش بقى بالبلد هو أبو فهد؟ إيش بقى بالبلد؟ هو أستاذ كل شيء ما بقى. شو البقى؟ بقى بس الفساد. شو 5 مليون شو 5 مليون خارج العراق؟ شو تقريبا 2 مليون مهجرين بخيم داخل العراق؟ يوميا نشوف الموت، لو غرقان، لو مسموم بالمي، لو مقتول، يعني ما شاء الله. نعم. ما قصروا، المشروع ماشي، المشروع ماشي بالعراق. نعم 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 نعم. شوف استاذ عمر، احكي لك في القصه صارت علينا، احكي لك في القصه صارت علينا بهالاسبوع. عندي ابن عمي بالفل وجراح، صار له 3 سنوات احنا ما ندري به، 3 سنوات. نعم. هسه الصبح بشو اسمه بهاي الحاجه بالجنوب، صلاح طلب 10 دفاتر بس يشوفنا، يا بس يشوفنا 10 دفاتر. اي هاي هو عند الجيش وعند الشرطه؟ لا لا لا، عند الميليشيات. يا عند الميليشيات. ترى احنا ماكو شرطه ماكو جيش استاذ عمر، ترى ماكو عندنا احنا شرطه وجيش. نعم. ولاكو عندنا جيش يسمونه وزاره الدفاع، ماكو. تمام. هسه احنا المسؤولية العراق الميليشيات. ماشي. عرفتوا اسم الميليشيا اللي ماخذته؟ والله بعد لحد الان ما اعرفه، ان شاء الله. نعم. من اشوفه وانا احنا موحديننا بهالموضوع هذا، وان شاء الله من نحصل هالموضوع هذا احنا عم اخابركم واتصل بكم واقول لكم. نعم. والله 10 دفاتر بس يشوفونا، هذا اذا كان صحيح. نعم. وثلاث سنوات، سبب 3 سنوات احنا ما شايفينه ولا ندري به. يقولون هم احنا محجوز عندنا بجرف الصخر. نعم. عمي تعال اسولف لك سالفه، يعني هم الانسان يخطئ ويخطئ ويروح البيت الله ورا 20 سنة عم الله يحفيه. لولا انت تدري بدور صدام القاتل الشبيب يبقى بالسجين، قاتل نفس يعني عشائري، والله ما يبقى له 7 سنوات ينطي عفو ويطلع. هذول صار 10 و12 سنة وما صاعدين محاكم. نعم. ما صاعدين محاكم، ما صاعدين. يا عمي يا عمي مصاب، الله يفرج، نسأل الله ان يفرج عن جميع الابرياء. نعم. عن جميع الابرياء. انا اشكرك يعني، عذرا ابو فهد، والله في متصلين وفي رسائل. اشكرك ابو فهد من الطارمية. معنا اتصال ابو عمر من السليمانية، تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا استاذ عمر بس عندي تعليق واحد اريد انوه به. نعم. الخميس الماضي، لا مو هذا الخميس المضى، اللي قبله باسبوعين. نعم. كان عندكم برنامج منبر الرافدين، الاستاذ مصطفى يقدمه. نعم. حول عمليه نفوق الاسماك. نعم. طبعا بالملايين فقط. واني ذكرت في نهايه البرنامج باشتراكي، ذكرت الاستاذ مصطفى انت بنفسك راح تقدم برنامج ان شاء الله بعد اسبوعين، راح تقول راح يكون البرنامج قبل نفوق الدجاج. طبعا دواجن.
والآن بدأت العملية الحمد لله والشكر، بدأت العملية صحيحة، كلامي صحيح طلع، وبدأ نفوق الدواجن في مناطق بسامراء الذين يعني يقومون بتربية الدواجن، نفوق عشرات الآلاف من الدواجن في هذه المناطق. لكن هل سببها هو مرض النيوكاسل؟ طلع أحد المربي الدواجن قالوا النيوكاسل إذا يريد يقصل يقصل له 300 400 سجاجة 500 ونتلحق عليه بسرعة نتلحق عليه. لكن هذا ما ينفق له 20 30 ألف دجاجة بلحظة واحدة، هذا مو سالفة نيوكاسل، هذا سالفة الدياي، هذا دياي العرب ما يغزر، دياي الفرس المجوسي يغزر. زين اتحضروا يا أهل العراق، هذا في واحد قسما بالله العظيم بعد عملية نفق الدواجن أي منطقة تطلع تعارض المجوس الفرس المجوس راح يجيوها بحجة مرض الطاعون نتيجة السيول اللي جت على العراق. زين تحضروا لها والله العظيم دير بالكم، أي واحد يعارض أي واحد يوقف بوجه إيران وأتباع إيران الله يعين الله يعين أبو عمر يدمر الدمار. نعم أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية كان معنا. نقرأ آخر في آخر دقيقتين رسائل الواتساب. يقول أخ عمر هاي الدولة لا طالة، يقول أنت تقول وين الدولة من هذا الوضع، ليش ما تقول وين الشعب وين الناموس وين الوطن؟ الدولة تلغف مليارات الدولارات، تتحمل مسؤولية كل الخدمات، ويجب أن نفضح كل هذه الأمور اللي تحدث فيها العراق. رسالة يقول فيها يعرفون ماكو مسؤول أو أحد أبناء المسؤولين بالدولة ضمن الركاب، فقط أبناء الشعب العراقي المظلوم، فهذه المسألة عادية يستغلوهم ويعرفون ما حد راح يحاسبهم بسبب هذه الحكومات والمرجعيات الفاسدة. أبو عمر رسالة يقول فيها السلام عليكم أخ عمر، والله ملينا من هاي الحكومة، بس خلي يشوفون حال الشعب العراقي والنوب يحشون على صدام. يقول هؤلاء الفاسدين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن وشفنا مقطع الفيديو لطائرة عائدة إلى شركة فلاي بغداد المملوكة إلى عمار الحكيم، كيف أنها كانت مقرر والناس حجزت الطير من النجف إلى أربيل، ولكن الكابتن قال لهم نروح للبصرة نقبط ونشيل نفرات وبعدين نروح لأربيل. وشفنا المنهج الاقتصاد كيف تم كتابة العراق فيه مع الأسف، وصورة أخرى شفناها وثيقة لنائب جديد في البرلمان يطالب ب 13 مليون دينار حتى يشتري محرك لأن المحرك مال السيارة مالته قايم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.